عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي المتابعين الكرام داخل المغرب خارج المغرب، السلام عليكم، كي دايرين المتابعين الكرام؟ كي داير مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم واحد الجولة في الطريق ديال ايتولان، واحد الجولة خفيفة على طريق ايتولان. غنوريكم واحد المناظر، ثم تابعونا حتى الاخر. اللي مشتركش يشترك معنا ودعمونا باللايك والبارطاج، الله يجزيكم بخير، وهذا فضلا وليس امرا. نتوما هما الصلاة ديالنا ونتوما هما الدعم ديالنا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في الصحة والصحة والهناء ان شاء الله.